أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فما يضل ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا مضل له. أو كما قال تعالى عز وجل في الكلام الحميد وفي الفرقان المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى عز وجل في الكلام القديم وفي الفرقان المجيد: فانكحوا ما طاب لكم مثنى ثلاثا ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لفظ بأمر خدا